انت من الباترون والباترون مشهوره بالليموناده. الليموناده مشهوره بكثير قصص الباترون، بس منهم الليموناده هلا بنحكي عنها. ايه بس انا من الباترون وبكل فخر زقف الباترون يا شباب. ايه ليش جورج ليش الباترون مشهوره بالليموناده؟ شو الفكره يعني؟ بتعرف على حسب ما بيخبروا انه كان في كثير بستين ليمون. ايه ليمون حامض. ايه كثير يعني كانت كلها بستين ليمون، فكان في عندهم فائض مش عارفين وين بدهم يصرفوه وين بدهم يصدروه. ايه فاخترعوا شيء اسمه الليموناده. اخترعوها بس بطريقه كثير فريده من نوعها، يعني يعصروها بقشره. الليموناده الباترون تشربها مع قشره، يعني قشره معصور بقلب العصره، طبعا مع ينسون ومع سكر ومع الخلطه مش السحريه. مش هيك يعني نحن بدنا نجرب نعملها. نحن رح نجرب نعملها، بس هذه الخلطه ما حدا بيعرف يعملها غير البترني، مش هيك؟ ليموناده الباترون مميزه. طيب قصي لي انت الحامض لنشوف. يلا يلا هن كيف بيعصروا يعني؟ يعني مثل ما هي في عصاره خصوصي، في عصاره خصوصي مع قشره. ايه مش هيك؟ فيها هي طعمه المروره شوي اللي بتميزها عن غيرها. وبيزيدوا لها شيء مزهر، وفي عيارات ومعيارات. ايه قصص ومزهر وما بعرف زي ينسون شو بعرف فهمش فيهم اصلا انا يعني. طب انه مثلا انه هي هيدي يعني الواحد بس بده يشرب الليموناده تبع الباترون لازم يروح على الباترون. طب إيه؟ طب ما في حدا من الباترون مثلا نزل صوب بيروت وجاب الريسيبي معه مثلا؟ وصيني انا بجيب لك جاب الوصفه معه. لا اللي بيقعد بالباترون بيعرفش يطلع منها هالمشكله. وهي فظيعه، هي قليله من المنطقه. انا كثير بحب اطلع لفوق. إيه؟ هي بغير الليموناده شو مشهوره للباترون؟ باترون مشهوره بالسور الفينيقي، مشهوره بكنيسه، عندنا كنائس أثرية كثير مهمة مشهورة بالسوق القديم، بالبيوت الرملية القديمة مشهورة ب بنعرفهم هول بنعرفهم هول. إيه؟ بس بشو مشهورة بمين يعني؟ بصيادة السمك، فيها صيادة سمك يعني من أهم صيادين السمك. غير صيادين السمك جورج، غير صيادين السمك مشهورة ببحرها، عندها بحر من أنظف البحور على الشط المتوسط. بعرف بعرف. إيه؟ بحرة حلو كتير وبجنن، بس انه قصدي بشو مشهورة غير بحرة؟ فيها كنيسة سيدة البحر، كنيسة عجائبية. بعرفها والله. خيي قول جبران باسيل. اكيد جبران باسيل. انا مش عارفك عم تسألني عن شخصيات، انا فكرك عم تسألني عن قصص اثرية. عم بسألك عنه. اكيد كمان جبران باسيل من الباترون، اكيد بحبه كتير حبيبي. ايه هو بعزة كتير كمان. جبران باسيل كمان وجه له تحية حبيب القلب. بس ليك هلا شلي كل شيء على جنب، شو هالمدينة الحلوة الباترون؟ وهلا كثير مزدهرة الباترون. تحية لرئيس البلدية استاذ مارسيلينو حبيب قلبي. عم يعملوا مشاريع بالباترون بتاخذ العقل. هلا في ترميم السوق الأساسي كمان، يعني أنا عن جد فخور بالباترون وبتطور الباترون. ليك عم بعملها مزبوط؟ انا ما بعرف انه هو لازم نحط لها شويه مزهر. والله ما بعرف، عم تسال الشخص الغلط يعني. جورج بالصيفيه اللي قطعت عملت شيء كثير رائع وحلو ومميز ببعلبك. ببعلبك كانت تجربه. شو هالتجربه؟ تجربه رائعه تاريخيه، يعني انا بالنسبه لي كان حلم وتحقق، وحقيقه كان تحدي كمان لانه بعلبك طبعا. مش مين مكان بيطلع لفوق. بعلبك هي جزء اساسي. ايه؟ من تاريخنا الثقافي والتراثي والفني. بتعرف شو مرق على بعلبك من عظماء بالفن طبعا، ان كان لبنانيين او عالميين. فطلعنا لفوق كان عندنا تحدي كبير. ايه؟ والحمد لله نجحنا نجاح كبير. استاذ سلمان كان معنا فوق والشباب كانوا معنا كلهم، نصهم تقريبا. لانه الاوركستر كانت ديركت تقريبا حوالي 50 موسيقى. ايه؟ بقياده المايسترو صديقي المبدع لبنان بعلبكي خيو لسلمان. خيو لسلمان ايوه. ايه؟ وكانت المسرحيه مسرحيه الا اذا مع عنصر استعراضي وموسيقى اوسع مع 3D مابينج شغل اميل عضيمه، الفرقه من بعلبك بقياده خالد النابوش فرقه الرقص لانه زدنا عنصر الاستعراض والرقص. ايه؟ كان شغل بجنن. كان عرضنا ثلاث ايام ثلاث ليالي بثلاث كل ليله يكون في 3000 شخص، وكان في ليله خصوصي لابناء مدينه بعلبك. ايه؟ كانت بتاخذ العقل، تجاوب رائع، كانوا الواقفين اكثر من القاعدين. فعلا شعور ما بينتسى لانه مزيج من الفخر لانه حلم عم يتحقق مثل ما قلت لك، ومن الرهبه لانه مطرح وقفه مطرح حقيقه بخوف. بس الحمد لله خفت، حسيت بخوف. كيف لكان بعدني لهلا كل ما افكر
انه انا كنت فوق حياه بخيف لانه منه سهل فوق الاسباس العظمه التاريخ ان كان الاثري او الادب الفني. كان معنا الرائع علينا فرح أوكي. غنت كمان بالمسرحيه أغاني نحن ضفناهم خصوصا لبعلبك، عملنا غنية بتقول بآخر المسرحية مثل أوماج لهالمطرح، يا بعلبك العز قد ما نغني لك ما منكفيك، وكل اللي غنوا لك أرواحهم فيك، واللي عمروك وجوههم على حجارك عم ترسم أخبارك وتلوح بسرارك وبسكوتها بتحكي وتخبر الحكاية الأيام اللي جاية وبتصرخ يا بعلبك العز قد ما نغني لك ما منكفيك. حلو كثير حلو كثير.